السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي يدعو إلى توسيع رقعة الحوار ليشمل كافة القوى السياسية في موريتانيا. أما لسنيم المضربون في زوارات يحتفون بالتوصل إلى حل ينهي أزمتهم التي استمرت منذ أزيد من شهرين. وفي الرياضة تتابعون الجولة 19 من الدوري الموريتاني لكرة القدم، الإكسر يفوز على نادي الجيش والكونكورد يفوز على العصابة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. دعا رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود والبلخير المعارضة والنظام لتوسيع رقعة الحوار والتشاور ليشمل كافة القوى السياسية في البلاد من تأسيس جمهورية حقيقية ترسي دعائم الحرية والكرامة لكافة أفراد الشعب وتضع حدا للتهميش المستمر للعديد من الفئات في البلاد. نتابع. الحوار السياسي، تهميش صانع المبادرات، تغول الرئاسة، دستور الوحدة الوطنية، مفردات خطاب سياسي يتميز بالوضوح وانعدام الارتباك يتحرك به رئيس الجمعية الوطنية السابق ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولب الخير هذه الأيام مسطى العاصمة نواكشوط. يغير الدستور ندوره نعدله في اللي كان شيئا فشيئا يندرج فيه ويندمج فيه لا كامل اللي من شأنه يقدي بعد الموريتانيين، والله يدايق بيناتهم، والله ما يضمن وحدتهم، نبعدوه منه ونكرسوا فيه ذاك اللي لا يقاربنا ويعدلنا شعب واحد وشعب يعدلنا دولة واحدة ويعدلنا جمهورية واحدة. الرئيس مسعود انتقد بشدة تهميش أحزاب المعاهدة التي أسست تقارب سياسي كبير بين النظام ومنتدى الديمقراطية والوحدة، ولم يفته ركل الخلاف الشكلي على من يتبادلون رسائل الحوار، منتقدا الخلاف حول الأوزان النسبية للشخصيات التي تمثل هذا الطرف أو ذاك في الحوار المرتقب، معتبرا أن كل الموريتانيين أهل لحمل تلك الرسائل وتبادلها. ولم يفوت الرئيس مسعود فرصة انتقاد سلوك الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية تجاه مبادرته، معلنا رفضه بشكل لاذع لدور الساعي بين النظام والمعارضة، مشبها ذلك الدور بدور القوادة. الرئيس مسعود كان حريصا على انتقاد شانئي الموقف السياسي لحزبه، مؤكدا اصطفافه في خندق المعارضة للنظام، ووصل لحد الدعوة الصريحة لتغيير جذري يسمح بتأسيس دولة جديدة قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة عبر تخليصها من هيمنة النظام الفردي التسلطي. كيف اللي خالق لك واللي خالق ليك ساعة كان لا اللي باغي رئيس اللي باغي عدل يعدل، غير بعد اللي شفنا من تعداد شيء راضي الرئيس ما قلت له شفنا مع محمد العبد العزيز الا الباقي يعدل يعدل. اذا ندوروا دوله يعود الحاكم يعرف انه محكوم، حاكم الشعب ويراعيه الشعب ويقد يقاضيه الشعب ويقد يحاسب الشعب. ويرى مسعود ان الوقت قد حان لبناء نظام سياسي يدرك الرئيس فيه أنه محل مساءلة ومحاسبة وبالإمكان تقديمه للمحاكمة، وأنه لم يعد بإمكانه أن يقوم بكل ما يحلو له كما يجري الآن وكما كان يجري في السابق. ومعنا في الاستديو للتعليق على هذا الموضوع صغير للعتيق عضو المكتب التنفيذي لحزب التحالف الشعبي التقدمي، أهلا وسهلا. شكرا. انتقادات متعددة إذا وجهها الرئيس مسعود لأوضاع البلاد، ما الدافع لهذا الحراك الآن؟ إذا دوافع الحراك كيف هو معروف، احنا حزب معارضة وعندنا برنامج اصلا نمشي عليه، واقسام نواكشوط ارتأوا في ذي الآونة بانهم يعدلوا الحراك، والله يعدلوا تجمعات شعبية داخل اقسامهم من اجل احياء الحزب، من اجل المواصلة بين القمة والقاعدة، من اجل الاطلاع على الامور اللي تجري في الساحة. وفعلا في الوقت الراهن البلد في امس الحاجة بلد تتحرك فيه القوى السياسية اللي تسعى لمصلحته واللي تسعى الشيء كامل فيه مد جسور للحوار
والثبات والتقويض دولة القانون، وبالتالي التحالف الشعبي التقدمي دائما وابدا في تحركاته في الساحه السياسيه، وذا ما هو شيء طارع ليه به اللي دائما صوته مهم وينبه على ذيك الامور واللي تحتاج ويحتاج المواطنين وتحتاج الدوله وتحتاج دوله القانون، يحتاج مولي التقويم وتقويض وتصحيح مسار اللي كارده الدوله. مع ذلك البعض يعتبر ان حزب التحالف الآن يأتي متأخرا لتلافي تقصير الحزب في الفترات الماضية في البرنامج النضالي، وكان المنظمات الحقوقية سحبت البساط من تحت أقدام الحزب. أولا الحزب ما قطع عاد متأخر، به اللي كان دائما حاضر وموجود وحاضر في وقت، لا حاضر عن طريق بيانات، حاضر عن طريق أنشطة، ندوات، محاضرات، مسائل ذنبتها. كذلك الحزب من 2011 لين اليوم بدأت قاعدتي معكم الذي يحرك فيه كامل، لا عبارة عن نتاج سياسة الحزب، سياسة التحالف الشعبي التقدمي ومبادرة مسعود هي اللي مطروحة من 2011 لين اليوم. كذلك مسار النضال اللي هو النضال اللي تعنوا به ربما النضال عن قضية العبودية، نحن ما لنا متحاوصينها مع رقاش، يعني الموريتانية كاملة هي مسألة عن الموريتانية كاملة، ويجب أن كل موريتاني مهما كان بأن يساهم فيها من موقعه ومن سواء كان في حزب سواء كان في منظمة حقوقية والله منظمة اجتماعية والله منظمة مدنية والله نقابة والله إذاعة والله تلفزة والله جريدة والله صحفي، هذا يجب أن يشارك من أجل القضاء على هذه القضية وهي قضية العبودية، وكلها مولي ما لا ينقضى عليها وما هو بتكاتف جهود جميع الموريتانيين عليها ونبذها والاعتراف بأنها جريمة ضد الإنسانية، والاعتراف مولي بأنها جريمة ما هي في الدين في شيء، هي في جانب وظلم ومنكر. وفي المناسبة أختار نقول بأنها تفاجأت وتفاجئ التحالف الشعبي التقدمي وتفاجئ الموريتانيين بان البلد انما وعي وانه تحسن في مستوى فهمه للدين. انتم ولينا اطلع علينا رابطه علماء فتوى ترسخ نفس الشيء، فتوى سنه 1981 وذيك فتوى باطله بحكم جميع الدلائل سواء كانت في التاريخ سواء كانت في الجغرافيا على العبوديه في موريتانيا ما عندها اي اساس شرعي. وبالتالي انا كنت متوقع من 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 رابطه العلماء الموريتانيين اللي نحترم واللي نقدر واللي نعرف عنهم علماء، طيب انهم يجيبوا فتوى تتماشى مع الواقع، فتوى تتماشى مع الحقيقه، فتوى قابله بالتاريخ، قابله بالجغرافيا، قابله بالمستوى قاعد الثقافي والعلمي. طيب سيد الصغير، فيما يتعلق بالدعوه الى تغيير الدستور في هذه الظروف، ما الهدف منها؟ تغيير الدستور، وهذا عندي عنه قط لا كتبت فيه في مقالة اطلعت عليه. أنا بالنسبة لي أن الدستور الموريتاني يجب بأنه يعود دستور كامل دستور شامل، وبأنه ملي ما هو كتاب الله ما منزمه كتاب الله ولا صالح لكل زمان وكل مكان، ما هو كتاب الله تعالى لآخر اجتهادات إنسانية واجتهادات آدمية وبشرية وقابلة للتغيير تصلح الزمان وتؤود مولي في زمان آخر ما هي صالحة. والدستور الموريتاني دستور معدلين وصنادرة 91 واللي عدل فيه تعديلات عدلوها صنادرة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية سنة 2005 والله هذا 2006، وبالتالي ما النخبة السياسية مغيبة عنه لا قد تنقبض فيها رأي. وأنا بالنسبة لي وواصل عند نعود الفقهاء القانونيين يعرفوا بأن الدستور فيه للعالم كامل، ما فيه دستور واحد يقدر ينعت بأن هم سن معين للترشح، إن هم رقاش يلحق 90 سنة والله 100 سنة ما يلا يترشح، هو ما دام الإنسان قاعد يعطي عطاء وعاقب ذاك عنده الحق بأنه يطمح ليعود رئيس ولا يطمح ليعود نائب ولا يطمح ليعود أي بليدة، معناها أن يجب أنه يشوف عن الدستور ما يظلمه ويشوف عن الدستور اللي قابل عاطي حقه وعاطي كل فئة حقها وكل مجموعة حقها. لكن ألا ينطوي الآن تغيير الدستور؟ أنا لنعطيك مثلا وهذا عنده مستند في الشريعة، الشريعة تخاطب رقاش به 18 سنة، يقول بعد ذلك ما ذم حد ما ذم سقف عنك أنت الحقوق يرفع عنك القلم، يتم الإنسان يحاسب حتى
النهار لا يموت ولو عاش 500 سنة يا غير. طيب لا كذلك ما اللي أدرجاش قد يزرق. نعم والله قد يويشه. طيب لا ينطوي تغيير الدستور الآن لا ينطوي على مخاطر تعزيز نظام الفرد للبقاء وكسب مزيد من الوقت فقط دون تحقيق نتائج بالنسبة للقوى السياسية. تغيير الدستور يجب إنه ما اللي يفهم ذا اللي طرح في الوثيقة. وثيقة اللي تقدم بها مسعود بالخير طرح فيه بلن جميع الأمور اللي تؤدي للتأكيد بلن المأمورية تبقى على حالها مأموريتين بس مأمورية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة يا غير رفع سن الترشح مالن ذيك 75 سنة يقدر يرجع يعود به 80 ترشح وقدر ده الثانية مالكية بلن ما فهم أي أمل ولا اللي نقبلوه ولا أنا معاها بلن يغير الدستور تغير مأموريات الدستور هذا إذا قبلوه الموريتانيين كاملين التحالف الشعبي التقدمي ما هو لا هي يقبل بلن الدستور يغير فيه عدد مأموريات الرئاسة مأموريتين واللي نعم. هي قاعدتوه مأمورية واحدة قابلة للتجديد إذا نسقير للعتيق عضو المجلس الوطني لحزب التحالف الشعبي التقدمي شكرا جزيلا لك. تعيش مدينة الزوارات في الشمال الموريتاني هذه الأيام على وقع الانتشاء بتوصل عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنيم إلى اتفاق ينهي الإضراب الذي استمر لأزيد من شهرين الاحتفاء بتوقيع الاتفاق الذي يرتقب أن تليه مفاوضات شاملة بين إدارة الشركة ومناديب العمال تمثل في تنظيم الأماسي والمهرجانات تفاصيل فنتابعها في سياق التقرير التالي. أخيرا تنفست مدينة الزوارات الصعداء بعد انتهاء إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم الذي استمر 63 يوما عاشتها المدينة بترقب وحذر. مهرجان شعبي كبير بحضور نواب المدينة ومناديب العمال الهدف منه ترميم العلاقة بين أبناء المدينة سعيا لمحو آثار الأزمة بعد انتهاء أسبابها بتوقيع الأطراف على اتفاق يطوي صفحة كانت قاسية ومؤثرة على المدينة وساكنتها. نطلب من العمال عمال شركة سنيم بصفة عامة ونقاباتهم بأنهم يكشفوا من عملهم وانضباطهم اللي أصلنا نعرفوا لهم خاصة في ظرفية ياك تستمر ذي الشركة اللي ما نصيبوا احنا عنها هون ولاية تير زمور ومدينة الزوارات بصفة خاصة لا بد أن منها تستمر وياك تستمر لا بد من هم اللي هم العمال يكشفوا جهودهم ويعرفونها فيها أولا مصلحتنا الخاصة اللي هم سكان مدينة الزوارات وفيها مصلحة البلد. الحضور أكدوا في كلماتهم على ضرورة تجاوز الماضي والتطلع للحظة الجديدة بما تحمله من بشارة لساكنة المدينة وعمالها. مبادرة الصلح والتسامح بين سكان المدينة وأنا كمندوب مندوب المناديب كانوا قائمين على الإضراب نشكر هذا النائب ونشكر مبادرته وما قام به مدة زمن الإضراب كامل فترة الإضراب قام بدعم المضربين معنويا وماديا وكان من الرجال اللي صار وكل شيء وبذلة الجهود اللي يدور بهم حل المشكلة اللي كانت بين العمال والشركة. بعد نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أنهى إضراب عمال شركة سنيم تتجه الأنظار الآن نحو تنفيذ مرحلته الأخيرة حيث من المفترض أن ينطلق حوار بين مناديب العمال وإدارة الشركة للنظر في بقية مطالب العمال ويخشى المراقبون في حال لم يتم ترميم العلاقة بين الشركة وعمالها أن يؤثر ذلك على مستويات الإنتاج في وقت تحتاج الشركة إلى زيادة قياسية في مستويات إنتاجها لمواجهة انهيار أسعار الحديد في السوق العالمية. أنهت الخارجية الجزائرية جولة جديدة من التشاور مع الحركات الزوادية المتحفظة على توقيع الاتفاقية مع الحكومة المالية. ويأتي تعثر التوقيع على الاتفاقية بعد أسابيع من انتظار الدولة الراعية للاتفاقية للتوقيع من طرف الأطراف السياسية المهمة في أزواد والتي تلكت بسبب السقف الواطئ للاتفاقية التي لم تصل حتى لما كان منتظرا من منح الإقليم حكما ذاتيا يشرف عليه أبنائه. التفاصيل في سياق التقرير التالي. مع استمرار الأزمة الأزوادية شمال مالي يتعثر الاتفاق الذي وقعت عليه بالأحرف الأولى مجموعة من الحركات الأزوادية في الجزائر قبل شهر، غير أن الأيام التي أمهلت للتنظيمات الأزوادية المتحفظة على الاتفاق تحولت إلى أسابيع عدة
دون حصول التوفيق، وكلما اتسع وقت التشاور ضاعت الآمال في إمكانية تمرير الاتفاقية التي تلقي الجزائر بثقلها الإقليمي والدبلوماسي لتمريرها. التنظيمات الأزوادية الأكثر شعبية ترفض هذه الاتفاقية التي تشكل التفافا على حقوق الأزواديين ولا تتجاوز إعادة صياغة اتفاقيات سابقة خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، حسب ما يقول رافضون للاتفاقية. وزن الجزائر الدبلوماسي في الإقليم وعلاقاتها مع الساسة الأزواديين تجعل الطرف الأزوادي يناور ويبذل جهوده الساعية للإفلات من حرج التوقيع أمام الرأي العام الأزوادي الذي يعرف تعددية ونشاطا غير مسبوق في تاريخ الإقليم.